بسم الله ما شاء الله تبارك الله، أفلح من ذكر الله وصلى على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا البط الصغير يا أبو نور اللي جبناه من قبل خمس ست شهور صغير، كلها أعمار صغيرة ما شاء الله. وهذا الوز اللي جانا هدية من زميل لي جزاه الله خير. وقت التعشيش على كده هو هذا وقت التعشيش الآن، وقت الشتاء ما شاء الله. هذا وزة راقدة تحتها بيضتين لسه يمكن تبيض، وهذا بيض البط. لكن احتمال ان نعزل البط هنا مثلا، نحطه هنا بالخم هذا عساس ما شاء الله. هذا هذه بداية انتاجهن. في ذكرين طبعا للبط، في ذكرين وذكر للوز، وذكر واحد للوز. ما شاء الله تبارك الله. هذاك الذكر السماوي، هذاك ذكر وز، ها؟ وما يأثر يا ابو نور صارتهم مع بعض الوز والبط؟ لا ما يأثرش، ما يأثرش، ايه ما يأثر. والان يعني اقرب ما نوقف عنها السباحة، لان السباحة تأثر على بيض، يخربونها بيض. اي ذبت ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الله يعطيك. هذا برسيم الهن. أيه. وفيها الحمد لله برسيم اخضر بعد من اللي طلع عندنا، ان شاء الله نحط منه. الهن ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه ابو نور. الله يعافيك. كويسه الغرفه هذه مناسبه الهن. اي الغرفه دافئه وتمام بالمية. هم ما ياثر الظاهر ان هن طيور شتويه، طيور مائيه ما ياثر بها. أيه. البرد الشديد ما ياثر. ما ياثر. لكن ممكن عيالها هني كويس لهنا لعيالها. سويناها بجنب المشتل، هذا المشتل هنا وهذا الوز. ما شاء الله. الله يعطيك العافيه ابو نور. الله يعافيك ابو شهاب. الله يعافيك. كلمه اخيره لجمهورك، جمهورك مشتاق لك، لازم ترد. الله العظيم ان شاء الله يعني ادينا برضو بنعمل حاجات جديده، وان احنا تفيد الناس برضو، واحنا اسفين على التاخير اللي احنا تاخرناه عليكم. يعني تأخرنا بسبب الظروف والأمطار. جاء أمطار السنة هذه يا بنو. ما شاء الله تبارك الله، يعني السنة دي هي أمطار بالمية مية الحمد لله. حتى سال الشعيب اللي بجنبه كان ماشي برضه، مر المية من داخل الشعيب. ما شاء الله اللي بجنب المزرعة. جنب المزرعة على طول هي الشعيب. الله يعطيك العافية بارك. مع أن يعني البرد هذا، إلا أن أبو نور ما شاء الله مجد ومجتهد ويعمل. الله يجزاك خير. الله يحييك. يلا في أمان الله أبو نور. الله يحييك. الله يحييك.